أني وأنفسنا وحفلنا هذا بمولد الإمام زين العابدين، ونهني المراجع العظام وحجة الله في أرضه بمولد سيد العابدين وسيد الساجدين الإمام زين العابدين عليه السلام. فقرات حفلنا ستكون كالتالي: قصيدة للشاعر عبد الله القرمزي، كلمة لسماحة الشيخ جاسم المؤمن، ثم قراءة فقرة ولالة الإمام زين العابدين عليه السلام، ثم آخر فقرة هازيج للرادود أحمد السماهيجي. ولد الإمام السجاد عليه السلام في قول في منتصف جمادى الأولى سنة 36 للهجرة، أو في الخامسة من شهر شعبان سنة 38 للهجرة. أبوه الإمام الحسين عليه السلام صبت رسول الله صلى الله عليه وآله، أمه المكرمة شهربانوي أو شهربانو ابنة يزدجر ابن شهريار ابن برويز ابن هرمز، ويذكر البعض أن اسمها شاهزنا. روى القطب الراوندي في كتاب منتهى الآمال في تواريخ النبي صلى الله عليه والآل للشيخ عباس القمي في قدوم أم الإمام زين العابدين للمدينة: لما قدمت ابنة يزدجرد ابن شهريار آخر ملوك الفرس وخاتمهم على عمر وأدخلت المدينة استشرفت لها عذار المدينة، وأشرق المجلس بضوء وجهها ورأت عمر وأراد أن يرى وجهها فامتنعت، فقالت له كلاما بالفارسية وتقصد به الدعاء على أبيها هرمز إذ تؤسر ابنته وتمتد إليها الأيادي، فغضب عمر وقال: شتمتني هذه العلجة، وهم بها. فقال له الإمام علي عليه السلام: ليس لك الإنكار على ما قالت يعني. فأمر أن ينادى عليها قصد بيعها أي عمر، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كنا كافرات، ولكن اعرض عليها أن تختار رجلا من المسلمين حتى تتزوج منه وتحسب صداقها عليه من عطائه من بيت المال يقوم مقام الثمن. فقال عمر: أفعل. وعرض عليها أن تختار، فجالت فوضعت يدها على منكب الحسين عليه السلام، فقالها أمير المؤمنين عليه السلام لها بالفارسية: ما اسمك يا صبية؟ قالت: جهان شاه. فقال: بل شهربانويه، أي هكذا سموك. قالت: تلك أختي. قالت: صدقتي. ثم التفت إلى الحسين فقال: احتفظ بها وأحسن إليها، فستلد لك خير أهل الأرض في زمانه بعدك، وهي أم الأوصياء الذرية الطيبة، فولدت علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام. أما الآن نبدأ أولى فقرات حفلنا هذا، قصيدة للشاعر عبد الله القرمزي، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. باسم الحسين الذي في روحنا انسكبا، ثم الصلاة لذكر السادة النجبا، والحمد لله أن أصفى ضمائرنا لحبه فصفت أرواحنا ذهبا. يا شعر سلم على أهل الولا، وإلى قلوبهم أشعل النجمات والشهبا. أحلى السلام لكم يا جمع محفلنا، يا من بفلك ولي الله
قد ركبا أزكى السلام من الله السلام إلى الأهل الكرام وللأحباب ما وجبا. يا شعر حي لآل البيت شيعتهم الواصلين بحب بآل المصطفى سببا. حي القلوب التي ضمت مودتهم فإنها طهرت أما بهم وأبا. وقل لمن حضروا في حفل مولدهم عنوانكم في جنان الخلد قد كتبا وكل حاجاتكم تقضى بوالدهم وهو الذي رد قرص الشمس حين كبا. لا ترجعون أحبائي بخيبتكم أقل ما تجتنون العلم والأدب. وما الذي بعد هذا الفوز من شرف وبعده فلتكن كل الحياة هبا. أهلا حسين أيا لحنا نردده كالناس إذ يحفظون الفخر والنسب. أهلا ونحن ضيوف عند حضرتكم يا سعد من لك في أعماله اقتربا. وحسبنا لو كتبنا عنده خدما أنعم بها خدمة أكرم بها أكرم به لقبا. مهما وقفنا على أبواب خدمتكم في عمرنا لرأينا العز والعجبا. بل حسبنا لو سمعنا اسم والده فخرا وقمنا على أقدامنا طربا. نجري الصلاة إذا مرت فضائله ونطرب الكون والأملاك والكتب. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك لكم هذا المولد الشريف مولد أبطال كربلاء. ونسأل الله بحقهم أن نعود على هذا المولد ونحن في نصر وعزة وإباء. هذا هو نسل محمد من علي ومن الزهراء من الحسن والحسين يملأ الدنيا ويسد الآفاق. نسل محمد صلى الله عليه وآله شع الحسين كوثرا من الزهراء ليخرس الشانئين. إن شانئك هو الأبتر ليخرس الشانئين. فأهلا بريحانة الزهراء أهلا بسفينة النجاة أهلا بمصباح الهدى. افتح جميع جناحات الهوى وطري وصل وانحر لريا ذكرها العطر. نبارك للزهراء هذا المولود الثاني. افتح جميع جناحات الهوى وطري وصل وانحر لريا ذكرها العطر. فجبرائيل إلى طه أتى فرحا مرتلا آية الزهراء في السور. كم سبح الغيم في الآفاق من ظمأ حتى تفتق صدر الوحي بالمطر. وطار قلب رسول الله مبتهجا وأي قلب مع الزهراء لم يطر. لولاك يا أحمد المختار ما لمعت مجرة ورح الأفلاك لم تدري نورا. ولولا علي ما براك لنا رب السماوات في الأرحام والصور. ما صرتما أنتما بل كنتما عدما لو ما جرت فكرة الزهراء في القدر. نسمو معا
وهي تجري في مشاعرنا من غيمة الطهر حتى نجمة الفكر وفاطم ما أحيلا اسم فاطمة كبهجة النصر في أعماق مصطبري تنمو وينمو بنا دين ومعرفة ويطلع الصبح من عرفانها النظر زهراء أنشودة الأملاك يعزفها صدر الحسين كرامات إلى البشر أمي التي أنجبتني في مودتها وأرضعتني هواها من ندى البصر ولم يكن والدي إلا بخدمتها يرش من عمره الزاكي على عمري فجئت من صدفات الحب أعشقها وحق أن يفرح الملاح بالدرر هذا أنا من أبي أسمو ووالدتي بحب فاطمة أم السادة الغرر وفاطم دوحة في القلب نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجري. كم عيروك أيا طه وكم لمزوا وهل نبي عليه الناس لم تجري قالوا هو الأبتر المقطوع من شجر وما لدوحته البتراء من ثمر فقال ربك هذا كوثر أمم أعطاكه الله جار غير منبتر فهل ترى اليوم نسلا مثل نسلك يا رسول الله فهل ترى اليوم نسلا مثل نسلك يا طه وهل لعداك اليوم من أثري وهل ترى بقعة في الأرض خالية من كوثر الشمس أو من كوثر القمر وهذه فاطم من روح حيدرة وما إروحك قد جاءتك بالخبر لقد نسلت منارات مؤذنة ترن باسمك ملء السمع والبصر الله أكبر لو رنت يفز لها قلب الوجود كجنح الطائر الذعر الله أكبر إن شعت تضيء بها روح الحياة وتهوي جبهة الكبر الله أكبر أذن يا ابن آمنة تجري عليك صلاة السحب بالمطر الله أكبر والزهراء قانتة تدعو إلى الجار قبل الدار في الأثر ولا إله أبا الزهراء نعبده إلا إلهك رب البدو والحضر ولا إله ولا ربا كربك يا أنشودة الوحي في القرآن والزبر شهادة يا رسول الله نرفعها شهادة يا رسول الله ترفعها أخلاقك البيض في الزاكي من السير ونشهد الله في صافي عقيدتنا أن الوصي علي سيد البشر ونشهد الله أن الآل حجتنا من ولده عصمة الأرواح من سقر أنت الصلاة فحي الله من رفعوا صوت الصلاة لخير الناس من مضري صل على محمد أنت الصلاة فحي الله من قرنوا صلاتهم ببنيه خيرة الخير اللهم
مصر. أنت الفلاح ومن صلى عليك فقد نال النجاح، ووافى غاية الظفر، وخير أعمال أهل الأرض لو لهجوا بذكر أحمد في التيسير والعسر. الله أكبر، هل إن البخيل سوى من لم يصلي لذكر المصطفى العطر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. قبل أن تغادرنا شاعرنا العزيز، هناك فقرة تكريمك إن شاء الله. تفضل سماحة الشيخ. سماحة الشيخ تفضل. رئيس الماتم كذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. نكمل سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام من كنى الإمام علي بن الحسين عليه السلام أبو الحسن وأبو محمد. أما ألقابه عليه السلام فأشهرها زين العابدين وسيد الساجدين والعابدين والزكي والأمين والسجاد وذو الثفنات. وكان النقش في فص خاتمه عليه السلام برواية الإمام الصادق عليه السلام الحمد لله العلي، وبرواية الباقر عليه السلام العزة لله، وبرواية أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام خزي وشقي قاتل الحسين بن علي عليه السلام. كما روي في عبادة الإمام زين العابدين عليه السلام ما يرويه ابن بابويه عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إن أبي علي بن الحسين النبي علي بن الحسين إذا ما ذكر لله عز وجل نعمة عليه إلا سجد، ما ذكر لله عز وجل نعمة عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجود إلا سجد، ولا دفع الله عز وجل عنه سوءا يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا وسجد، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمي السجاد لذلك. فقرتنا الآتية إن شاء الله كلمة لسماحة الشيخ جاسم المؤمن، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أبارك لكم ذكرى ولادة أبطال كربلاء، لا سيما صاحب هذه الليلة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن الإمام كل الأئمة يمثلون قدوة لنا، والله سبحانه وتعالى قد جعلهم لنا النموذج الأكمل الذي نقتدي به ونسير على نهجه.
الإمام السجاد عليه السلام يمثل حالة من حالات الاقتداء، والتي ينبغي أن نتأمل في سيرته سلام الله عليه وما أثر عنه حتى نسير على نهجه ونقتفي أثره ونتمثل سيرته المباركة في حياتنا. نحن كأفراد وكأمة كمجتمع كجزء من الأمة الإسلامية بأكملها نمر بحالات، نحتاج في حالاتنا إلى من ينير لنا هذا الدرب، ينير لنا هذا الطريق. كفرد الإنسان يمر بحالات مختلفة، حالات تصاعدية، حالات تنازلية، أيضا كأمة كل الأمة، وأيضا كجزء من هذه الأمة كمجتمع صغير يمر بابتلاءات ومحن، ويمر أيضا بأفراح وغيرها. نحتاج في كل هذه المسيرة إلى أن نقتدي بأئمتنا سلام الله عليهم في سيرتهم في مجال البلاء حتى نصبر ونتحمل، وفي مجال الفرح حتى نشكر الله سبحانه وتعالى ونواجه كل حالة من هذه الحالات بما ينبغي لها. الإمام سلام الله عليه عندما نعيش ذكراه نتأمل في سيرته وما أثر عنه حتى نأخذ من ذلك التأريخ لحاضرنا للواقع المعاش الذي نعيشه، فنتأمل حياته المباركة ونأخذ منها ما يتناسب مع حالنا ووضعنا المعاش. مصادر الدراسة عن الإمام السجاد عليه السلام وأيضا مجالات الاقتداء في سيرته المباركة، الإمام تميز ببعض الآثار التي لم تؤثر عن الأئمة الآخرين، منها يعني لو قسمنا حياته أو ما أثر عنه إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول السيرة المباركة من الولادة وحتى الشهادة، كل هذه الفترة مر بها الإمام سلام الله عليه في مجالاته المختلفة، وقد نقل المؤرخون مجالات الاقتداء ومجالات المعايشة في حياة الإمام السجاد سلام الله عليه. فعندما نقرأ هذه السيرة أو نستمع إلى هذه السيرة نأخذ منها ما يتناسب مع وضعنا كأفراد وأيضا وضعنا كمجتمع أو كأمة. القسم الثاني ما أثر عن الإمام سلام الله عليه، ما نقل عن الإمام، وهي آثار كثيرة ومتعددة، منها خطبه مثل ما أثر عنه في الكوفة والشام والطريق بعد حادثة كربلاء إلى الرجوع إلى المدينة المنورة، بل حتى بعض الحالات الفردية عندما يتكلم ذلك الشيخ الكبير في الشام، أو عندما يتحدث بعض حتى أصحاب الديانات الأخرى فيبين لهم الإمام سلام الله عليه حقيقة ما وقع في كربلاء. أيضا رسائله، هناك الكثير من الرسائل نقلها المؤرخون، خصوصا ما أثر من رسائل بينه وبين عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان كان يتحسس من وجود الإمام، وكنا سامعين عن قصيدة الفرزدق في قضية الحج. أيضا ما ينقل إلى عبد الملك طبعا وأخويه الذين من سبقهم من بعده، فحدثت مراسلات بين عبد الملك بن مروان والإمام، وأيضا مع بعض العلماء وسواء أصحاب الإمام أو علماء البلاط الذين كان يراسلهم الإمام وينصحهم من خلال هذه الرسائل التي لو وضعت موضع الدراسة لاستفيد منها الكثير من مجالات القدوة. أيضا الأمر الثالث أحاديثه سلام الله عليه وما روي عنه من أحاديث، كما هي سيرة أبيه وجده وعمه وأبنائه الطاهرين، الكثير من الروايات التي رويت عن أئمة أهل البيت في مجال العبادات وفي مجال المجال الأخلاقي ومجال السيرة والسلوك.
الأمر الرابع الصحيفة السجادية والتي جمعت فيها أدعية الإمام سلام الله عليه، ولعلها أشهر ما أثر عنه. إحنا كعوام طبعا يعني في مجالات الحوزة ومجالات الدراسة الدينية يتعرض إلى حديث الإمام وما روي عنه في مجال العبادات وما يستنبط منه من أحكام شرعية. أما كعوام بالذات علاقتنا بالصلاة والمسجد وغير ذلك، هذه الصحيفة هي من ضمن ما نقرأه ونحمله ونحتفظ به في بيوتنا، ولعلها أشهر ما أثر عن الإمام سلام الله عليه. طبعا الآن الصحيفة السجادية قلد عليها الكثير، يعني في عندنا الصحيفة العلوية، الصحيفة المهدوية، الصحيفة الصادقية، لكن سابقا كانت الصحيفة العلوية هي الوحيدة التي جمعها علماء أو أحد علماء الإمامية جمع فيها أدعية الإمام السجاد سلام الله عليه. أيضا عندنا الأمر الخامس رسالة الحقوق. خلي على راحتنا، حلاوة الحفل هذين الأولاد. ما أثر عنه أيضا ما عرف برسالة الحقوق، وهي رسالة مقتضبة ذكر فيها الإمام سلام الله عليه بعض الحقوق المتعلقة بالله، بالنفس، بأعضاء الجسد، بالمعلم، بالأبوين وغير ذلك، وهي تعد من أول الوثائق الإنسانية في مجال حقوق الإنسان، من أول الوثائق الإنسانية في مجال حقوق الإنسان. نحن والإمام، شيء جيد، شيء جيد أن نحتفل بذكرى سلام الله عليه ونعرف شيء من سيرته وأحاديثه وآثاره، ولكن الأفضل من ذلك كله التأسي والاقتداء. إحنا كل أئمتنا سلام الله عليهم نحتفل بذكرى الوفاة وذكرى الولادة، ونجلس في المآتم والحسينيات والأندية التي تجمعنا في ذكراهم، سلام الله عليهم، ولكن الشيء الذي نخرج منه بفائدة هو عندما نخرج من خلال هذه الاحتفالات وهذا الاستماع لذكرهم سلام الله عليهم وروايات أحاديثهم أن نطبق ما نستمع إليه. ولذلك في عقيدتنا لا يكفي الحب للنبي صلى الله عليه وآله أو للأئمة سلام الله عليهم، وإنما نحتاج إلى جانب الحب نحتاج التطبيق العملي لما نسمعه من سيرتهم ورواياتهم وأحاديثهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لا يكفي الحب، ولكن ينبغي علينا الاقتداء الذي هو المجال العملي لهذا الحب. كثير ممن يتشدق بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما منقول أئمة لأن البعض يختلف معنا في قضية الأئمة كقيادة للأمة الإسلامية، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتفق عليه المسلمون أجمعون، لكن هو البعض يحمل الحب فقط كتشدق، ولكنه أبعد ما يكون عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في حبنا لأهل البيت سلام الله عليهم نحتاج إلى مجال الاتباع ومجال التطبيق العملي لسيرتهم وما أثر وروي عنهم سلام الله عليهم. فما نقل عن الإمام سلام الله عليه والذين ذكرناه سواء كان لدراسة حياة الإمام أو لمجال الاقتداء كما بينا هو مجال قدوة وتطبيق عملي لنا جميعا رجالا ونساء، صغارا وكبار. ففي مجال السياسة والجهاد والثورة يكفي أن ندرس حركة الإمام سلام الله عليه فيما بعد كربلاء. الإمام سلام الله عليه من يوم العاشر من المحرم بدأ بتقلد الأمانة، بل كما روي أنه هم بحمل السيف لنصرة أبيه الحسين سلام الله عليه، ثم حمل الجانب الإعلامي في المسيرة الحسينية من كربلاء إلى الشام
أو من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، بل بقي في هذه السيرة إلى آخر حياته. وكنا يعني ما يحتاج، كنا أبناء منبر ومن يجلس تحت المنبر، كلنا قد استمعنا إلى تلك القصص عندما يدخل سوق القصابين ويسألهم عن الشاة أتسقونها كذا، يوجه الناس إلى مسألة قضية كربلاء في مختلف المناسبات ومختلف المواقف، ويستفيد أو يستغل كل مناسبة تصلح أن تذكر الناس بقضية كربلاء وقضية ما حدث على الحسين وأهل بيته سلام الله عليهم، فيقوم بهذا العمل. ناهيك عما قام به من دور إعلامي كبير في كشف زيف الأمويين في المجال العبادي والروحي، وكما بينا الصحيفة السجادية خير مثال في هذا المجال، دستور تربوي كما يعبر عنها زبور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يعبر عنها السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه أنها من مفاخر أتباع وشيعة أهل البيت سلام الله عليهم. أحد علمائنا في النجف أهدى نسخة من الصحيفة السجادية فترة الثلاثينات أو الأربعينات إلى أحد علماء الأزهر، لعله السيد عبد الحسين شرف الدين، وأهدى نسخة من الصحيفة السجادية لأحد علماء الأزهر. هذا أرسل رسالة إلى الإمام شرف الدين أو العالم الذي أرسل إليه، قال: كلما نظرت في هذه الصحيفة وقرأت شيئا منها أتحسر كيف أننا محرومون، كيف أننا محرومون من مثل هذه من آثار آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير منا عندما يذهب إلى الحج أو إلى العمرة ويقرأ بعض أدعية أهل البيت سلام الله عليهم، كثير منا حدثت له هاي الحالات أن بعض إخوتنا في الدين من خصوصا شمال أفريقيا من بعض الدول البعيدة لحين ما صادتهم لوثة التطرف الوهابي، هؤلاء عندما يستمعون إلى بعض الأدعية التي تتردد على ألسن أتباع أهل البيت سلام الله عليهم يتساءلون: من أين لكم هذا؟ حتى لا أنسى تعبير هذا الشيخ الأزهري، يقول: كلما نظرت في هذه الصحيفة وجدتها فوق كلام البشر ودون كلام الخالق، كلام مو طبيعي أنه يطلع من بشر كما هو يعني يعتقد في ذلك، يقول هاي فوق كلام البشر ودون يعني دون القرآن الكريم. وفعلا عندما تلتهج ألسنتنا بهذه الأدعية المباركة فإن الآخرين يتحسرون أنهم لم يقترفوا من هذا المعين، فلا نحرم أنفسنا ونحن أبناء هذه المدرسة من هذه التعاليم التي ساقها الإمام سلام الله عليه في هذه الصحيفة المباركة. ثالثا في مجال معاملة الناس، ما معاملة الناس سواء حكام أو علماء أعداء أو أصدقاء إخوة وغير ذلك، ما أثر عن الإمام سلام الله عليه كما بينا في رسالة الحقوق التي يتحدث فيها حتى عن حق الشيء البسيط، حق عضو من أعضاء الجسد، حق المعلم، حق الأم، حق الأب، حق الله يبدأ بذلك، حق النبي صلى الله عليه وآله، وحقوق متعددة. الإمام سلام الله عليه يتحدث في تلك الرسالة عن هذه الحقوق والتي تبين لنا طريقة معاملتنا مع الآخرين، بل حتى مع أنفسنا، مع أعضاء جسدنا، وما هي الحقوق المترتبة لهذه الأعضاء علينا. ناهيك عن الحكام والعلماء والأعداء والأصدقاء ومختلف الناس. نصيحة ختامية وأخص بها شبابنا، ونحن على أعتاب العطلة الصيفية، اليوم كثير من أبنائنا انتهوا من الامتحانات النهائية، يمكن بقوا لأحبة في الابتدائي، متى تخلصون؟ اللي في الابتدائي الاثنين، الاثنين لو الاثنين الاثنين ها؟ إن شاء الله
احنا بنحاول يعني ما عليه لو تكلمنا يوم شوي خلى شوي يندمجون يانا ان شاء الله لما نخلص الامتحانات بابا خلنا نستفيد من عطلتنا نسوي لنا برنامج ارتباط باهل البيت سلام الله عليهم نبدا بالامام السجاد يمكن بعض قضايا اهل البيت صعبه علينا لكن مع قضيه الامام السجاد وما اثر عن بالذات انا بتكلم عن الصحيفه السجاديه ويسوونها بعض القرى عندنا بعض مناطق هنا جيرانكم سار عندهم برنامجين جدا يعني ممتازين تربويين برنامج بر الوالدين وطلبون ايضا من الابناء من ضمن البرنامج حفظ دعاء الامام السجاد لابويه في دعاء في الصحيفه السجاديه دعاء الامام السجاد لابويه وايضا في برامج اخرى تتعلق بالمناسبه هذه مولد الامام السجاد حفظ احد ادعيه مثلا دعاء يحدد وكذا انت يا ولدي خلك في البيت هاي الصحيفه اطلبها من والدك ان مو موجوده في البيت واظن ان ما في بيت يخلى منها هي مفاتيح الجنان ان بيوتنا مملوءه بهذه الكتب الطيبه الكتب القيمه حقيقه اطلب من والدك اذا هذه الصحيفه مو موجوده في البيت يوفرها في البيت اخذ لك بعض الادعيه احفظها اقراها خصوصا الادعيه اللي تتعلق بالجانب الاجتماعي زين وبالذات قضيه العلاقه مع الوالدين العلاقه مع الوالدين فاحنا على اعتاب العطله الصيفيه مع وجود هذا الفراغ الكبير الان نعم في عندنا بعض البرامج الصيفيه من تدريس من غيرها برامج خصوصا بعد الفتره قصيره لكن الحمد لله نحن داخلين فيها في اشهر النور اشهر العباده اشهر الطاعه رجب انتهينا منه عن قريب ودخلنا الان في شهر شعبان وبقيه العطله بتكون تحوي شهر رمضان باكمله عندما نسوي لنا هاي بعض البرامج العباديه اتكلم يعني يا ابنائنا الاولاد الصغار وايضا القائمين على النشاطات الصيفيه اذا كان وفرنا بعض الامور المتعلقه بسيره الائمه سلام الله عليهم من خلال حفظ من خلال قراءه من خلال شرح من خلال غير ذلك يستفيد منها ابنائنا في العطله الصيفيه وفي هذا الفراغ الكبير وتنعكس تربويا على سلوكهم وايضا تربطنا بهذه الاحتفالات ان تكون هاي الاحتفالات مو فقط احتفالات حكي وكلام وكذا ونطلع نصفق لنا صفقتين ونستانس بميلاد الامام ونطلع لا خلها تكون برنامج عملي نستفيد منه في حياتنا شفتون تجربة يعني حزب الله في لبنان أحب أخاف نذكر حزب الله بعد حسبونا هذا إيه ما مشكلة إيه لأن في ملاحقات لكل شيء تجربتهم أيام الحرب دعاء الثغور وشلون كان دعاء الإمام لأهل الثغور وشلون كان هذا الدعاء لواقع على المجاهدين إحنا اللي بعيدين كنا عن هذه الأرض المعركة هناك عندما نقرأ الدعاء وندعو على الأقل كذا تشوف هذا الدعاء له أثر عظيم على النفس خصوصا لما يرافق بعض المناظر الجهادية أو الروحية احنا نقول لأولادنا الآن أولادنا اللي يعملون في الساحات احنا نحتاج نسلح بهاي الأدعية نحتاج إلى تقوية الجانب الروحي والجانب الإيماني ويقول لهم دائما لا يكون واحد بطل في الميدان وإبليس داخل البيت ما يناسب يا ولدي أنت طالع فكرتك أن شيء مصلح شيء مثلا الطالب شي خير شي حسن لا يكون انت سلوكك داخل البيت وفي المدرسة ومع اصدقائك يختلف مع هذا الهدف وهذه الغاية فلذلك بناء نفسنا بناء الجانب التربوي عندنا بناء روحنا بناء سلوكنا له علاقة كبيرة بهذه المناسبات وما أثر عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم فخلنا يكون عندنا برنامج على الأقل مع الصحيفة السجادية خصوصا احنا في هالفترة هذه أشهر النور وأشهر العبادة ونعود نفسنا على الارتباط بهذه الآثار التي أثرت عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم وأنا قاعد أقرأ عن سيرة الإمام كلكم مرة عليكم يعني شوف احنا المدرسة والإناء اللي ننضح وكل إناء بالذي فيه ينضح الإمام في وصيته للإمام الباقر لابنه الإمام الباقر انما قربت منه الوفاة كلكم سامعينها احنا قلنا كنا متربين تحت هالمنبر هذا
الإمام السجاد عليه السلام يوصي ابنه الباقر على ناقة، عند ناقة الإمام حج عليها 25 حجة، قال له لا تضربها لا تحبسها خلها تأكل خلها كذا، لدرجة يصل الإمام يقول له يعني لا تصل، تعرف اللي عندهم ناقة وعندهم مثلا إحدى الدواب من تصل لسن معين يقوم يذبحها قبل بعد لا تموت تنفق كذا، فيقول له الإمام لا تذبحها يعني لا حتى تخليها معرضة للأكل وإنما تموت موتة طبيعية وادفنها ادفنها. هاي توصية على حيوان، وشوف هذه المدرسة اللي احنا تربينا فيها وطلعنا منها، وشوف المدرسة الأخرى التي نهل منها الآخرون، خصوصا هؤلاء الآن اللي نشوفهم على الفضائيات وغيرها، زين ممن يفتخر بذبح إنسان بريء أو طفل ليس له ذنب، مثل ما عبر أحد الإخوة يعني وين الشجاعة وين البسالة، تفرون من رجال الله في القصير وتأتون إلى قرية منعزلة وأطفال ونساء وغير، على قولتنا تحط الحرة فيها تقتلها الأطفال والشيوخ والنساء، وين الشجاعة والبطولة؟ روح واجه هناك، هذا شنو ذنبه وش سوى؟ فلكن مثل ما يقول الشاعر ملكتم فكان الدم، ملكتم فكان ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتموا قتل الأسارى وطالما كنا عن الأسرى نعفو ونصفحوا. حزب الله أخذ بعض الجنود الجرحى عالجهم في مستشفيات في لبنان وسلمهم إلى الدولة اللبنانية أو لبعض دولهم، جرحى من 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 معركة القصير عالجهم وسلمهم إلى الدولة اللبنانية أو بعض دولهم، وهذين مثل ما يقول الشاعر وحللتموا قتل الأسارة، هذا مو بس الأسارة حتى الأبرياء، وحللتموا قتل الأسارة وطالما كنا عن الأسرى نعفو ونصفح، يكفيكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. ففخرنا بهذه المدرسة يحتم علينا أن نغترف منها وننهل منها ونعيش في معينها، وألا يكون ارتباطنا بأهل البيت سلام الله عليهم لقلقة لسان فقط، وإنما ارتباط عملي وتطبيق عملي من خلال الاستماع إلى سيرتهم المباركة وتطبيق هذه السيرة في حياتنا العملية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تكريم للشيخ إن شاء الله. هناك أيضا تكريم إلى العضو سيد حسين السيد تقي، تفضلوا شيخنا نائب رئيس الماتم في الدورة الماضية، ونتمنى له المزيد من التوفيق وخدمة أهل البيت. موجود سيد حسين؟ أحد ينوب عنا؟ موجود سيد. صلوا على محمد وآل محمد. إلى فقرة المولد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى وعلي وسلم. فلما تزوج الإمام الحسين عليه السلام السيدة شاهزنان، قال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب احفظها وأحسن إليها، فستلد لك خير أهل الأرض في زمانه بعدك. ومضت الأيام
حملت السيدة شاهزنان بسيد الساجدين الإمام زين العابدين. يا مستمعين النظام استعدوا للقيام، وكانت لا تحس بوجع ولا ألم فلما قربت ولادتها، وإذا بنور الإمام قد سطع، وإذا بها قد وضعت الإمام أفضل الصلاة. محمد وآلي محمد، صل على محمد علي أبي طالب صلوات رب. فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، زين العابدين، أئمة المعصومين، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان. قبل الانتقال لفقرة الأهازيج، هناك جمع للدروس الدينية، هناك جمع للدروس الدينية، أعينوهم معانكم الله. الآن فقرة أهازيج للرادود أحمد السماهيجي، استقبلوه بأحر الصلوات على محمد وآل محمد. باركنا الله يعودكم إن شاء الله. ثلاث أقمار بهالشهر ليهم مشتاقين والهانين، هويناهم عشقناهم، هويناهم عشقناهم. ثلاث أقمار بهالشهر ليهم مشتاقين والهانين، ثلاث قمار بهالشهر ليهم مشتاقين والهانين. هويناهم عشقناهم، هويناهم عشقنا. صوتك ارفع. هويناهم عشقناهم، ثلاث قمار بهالشهر ليهم مشتاقين والهانين، ثلاث قمار بهالشهر هويناهم، هويناهم عشقناهم، هويناهم هويناهم عشقناهم، هويناهم. يا حسين أشرقت بولادتك دنيانا، نهواك فينا حبك من كتب عنوانا. شعبان باسمك ازدان ونسى احزانه، مشتاق منظرك بيامه الفرحانه. هي والله نهني علي والزهره، هي والله عم الفرح والبشره. ما أحلى هذه الذكرى، هي والله دانا جميلة ودرة. هي والله نهني علي والزهرة، هي والله عم الفرح والبشرة. ما
ما أحلى هذه الذكرى، هي والله دانا جميلة ودرة، ثلاثة قمار بهالشهر ليهم مشتاقين. طبعا انتون راقدين لازم توتعوني شوي، ساعدوني في الرد. ثلاثة قمار بهالشهر ليهم مشتاقين، والهاني هويناهم. الله عشقهم عشقناهم عشقناهم عشقناهم. عباس يا قمر هاشم هلا بنوارك محلاك، يا سعد هاللي حضر في دارك عشنا في جمالك سيدي واسرارك، يا ريت ننكتب يا الغالي من زوارك. هي والله ذبنا بجمالك عباس، هي يا الجاري في كل احساس، في عيوني يا تاج الراس يا ملبي حاجات الناس. هي والله ذبنا بجمالك عباس، يا الجاري في كل احساس، في عيوني يا تاج الراس يا ملبي حاجات الناس. ثلاثة قمار بها شهر ليهم مشتاقين والهانين، ثلاثة قمار بها شهر ليهم هويناهم 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 عشقناهم عشقناهم. صوتك عشقناهم. أهلا يا علي الساجد ويا العابد، مبروك لامك ولأجدادك وللوالد، جينا بهالولادة نشكر الله الواحد. الله يحفظك بعيونه من كل حاسد، هي والله بكل بشر فرحانة ولصورك سبحانه، بحق النبي وقرآنه يا الوالي ما تنسانا. هي والله بكل بشر فرحانة ولصورك سبحانة، بحق النبي وقرآنة يا الوالي ما تنسانا. ثلاثة قمار بهالشهر ليهم مشتاقين والهانين، ثلاثة قمار بهالشهر هويناهم هويناهم هويناهم. عشقناهم عشقناهم عشقناهم. فيكم شدة هوسات؟ عاد لازم تتفاعلون. طالب بالحقوق ولا ترد زعلان، عنوان الوطن حرية الإنسان، لا مفصول عدنا وتايه جوعان،
ولا عدنا أباكي يا علي سلمان. قاعد بالعارة ويعمينا قاعد بالعارة قاعد بالعارة وقاعد بالعارة مقلوب الحسبة بوضعك الراهن في هالوطن خويا ويا المواطن. الأصلي مشرد والمجنس مآمين واللي يطالب بحقه طلع خاين. واللي يحكي الحق خونونا واللي يحكي الحق واللي يحكي الحق خونونا واللي يحكي الحق. هذا البيت حقك البحراني. أحوال المرفه مو مثل حالي يلعب بالمني وجيبي أنا خالي وما عندي سكن وما عندي سكن ومرفه الوالي وبدينار عند المرفأ المالي وبسعر الهمبا يبيعانا وبسعر الهمبا وبسعر الهمبا وبسعر الهمبا. طبعا حتى الهمبا اغلى. احوال المرفه مو مثل حالي يلعب بالمني وجيبي انا خالي وما عندي سكن ومرفه الوالي وبدينار عند المرفأ المالي وبسعر الهم بيبيعانا وبسعر الهم وبسعر الهم وبسعر الهم. اسمع أحرار الوطن غصبا عليك أحرار. هني لازم صوتك أرفع. أحرار الوطن غصباً عليك أحرار لأنهم بالمعزة يرفضون العار. كان تقول مو خايف من الثوار شيل مدرعاتك وافتح الدوار. شو تسوون؟ نقلب سافلها بعليها نقلب سافلها ونقلب سافلها ونقلب سافلها. أحرار الوطن أحرار الوطن غصبا عليك أحرار لأنهم بالمعزة يرفضون العار. وكان تقول مو خايف من الثوار شيل مدرعاتك نقلب سافلها ونقلب سافلها ونقلب سافلها بعليها نقلب سافلها. يا لايم يا لايم خوف لومك عليا يا لايم يا لايم خوف لومك عليا انا حب وغرامي للهادم انا حب يا لايم يا لايم. علي أنا حب وغرامي للهادي ووصية أنا الواثق بحبي وفعالي وصنيعي غرام النبي وله هواي وربيعي
وإذا مو طبيعي أنت ولا إيه طبيعي، وإذا مو طبيعي أنت ولا إيه طبيعي، ولا تهزني يا لايم مدام أنا الشيعي، ولا تهزني يا لايم مدام يعيه. إلى الزهرة خادم في صبح ومسية، إلى الزهرة خادم في صبح ومسية، أنا حبي وغرامي للهادم صوتك يا لايم يا لايم. أنا حبي وغرامي للهاد، أنا حبي يا لايم أبد ما في الملام استفادة، لأن كل من قلبه وهواه مرادة، وإذا قصدك تذمني مذمتك شهادة، وإذا قصدك تذمني مذمتك شهادة، عساك القهر كله وعساني السعادة، عساك القهر كله. إيه في هاي المواسم كل البهجة ليا، في هاي المواسم كل البهجة ليا، أنا حب وغرامي للهادو. هلا هلا يا لايم يا لايم خف لوم صوتك صوتك، يا لايم يا لايم ليا، أنا حب وصية، أنا حب يا لايم صعب قلبي صعب لو تشيق، ولا تقدر تغير وتغير في عشقة، أقول على من هاجي على خطي يبقى، أقول على من هاجي وعلى خطي يبقى، وإذا الناس بيعارض جهنم تحرقة، وإذا الناس بيعارض أحب المواتم أفراح وعزية، أحب المواتم يا أنا حب وغرامي للهادم، يا أنا حب للهادم، يا لايم يا لايم يا لايم يا لايم يا لايم، حبي وغرامي وصية، هادي وصية، أنا حبي وغرامي يا لايم صعب قلبي صعب لو تشيق، ولا تقدر تغير وتغير في عشقة، أقول على من هاج وعلى خطي يبقى، أقول على من هاج وعلى، وإذا الناس بيعارض جهنم، وإذا الناس بيعارض جهنم تحرق، يا لايم يا لايم أفلومك علي، أنا حبه. هذه آخر قصيدة ونختم إن شاء الله. بالإيمان واليقين مكتوب على جبيني أشهد أن عليا ولي الله. بالإيمان واليقين مكتوب على جبيني، بالإيمان واليقين مكتوب على جبيني،
أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن ترى هذا مو صوت شباب، لازم الصوت يكون أرفع. أشهد أن عليا ولي الله، علي الله. اشهد يا ابو حسين يا قرة العين، حبك عبادة حبك. اشهد انا وياك ضايع بلياك معنى الشهادة. اشهد بلا خوف من قلبي والجاف وبكل إرادة. اشهد يا كرار دونك بالأعمار ماكو استفادة. هذا شهادة يا حيدر من رب الجلالة، يظل خاسر اللي ما حاطك في باله، وانا اللي بخيالك متزاحم خياله. شخص ما يحبك ما اقبل وصاله، شخص ما يحبك في نبضي وفي لساني في فرضي وفي اذاني. اشهد ان عليا ولي الله، ولي الله. تباركين إن شاء الله والله يعودكم. صلوا على محمد وآل محمد. تفضل نائب الرئيس ماتم سيد موسى السيد نعمة، كذلك سماحة الشيخ لتكريم الرادود أحمد السماهيجي. تفضل سماحة الشيخ. صلوا على محمد وآل محمد. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. الآن فقط السحوبات، إلا الكل ينتظرها. يلا بسم الله. 33 33 إيشو؟ أيوة تعال. صلوا على محمد وآل محمد. عندنا رقم يقول 60، رقم 60. يلا لا نطيحه وناخذ غيره. 60 ولعنا 60. صلوا على محمد وآل محمد. الآن يكرم الأخ العزيز الغالي عقيل الحمد على جهوده وبصماته في القرية، فليكرم بأعلى الصلوات على محمد وآل محمد. رقمنا الجاي يقول 98، 98. صلوا على محمد وآل محمد.
رقمنا الجاي يقول عشرة. عشرة عشرة يا شباب، صلوا على محمد وآل محمد. انتم ايام مواليد المفروض صلوات اقوى من كذي. صلوا على محمد وآل محمد. قمنا يقول 88. يلا تعال 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 تعال، صلوا على محمد وآل محمد. يلا باقي ثلاث جوائز. 29. يلا 88. يلا اعطى اعطى مشكلة. تسعة وعشرين موجود؟ 29 والله. صلوا على محمد وآل محمد. يلا باقي جائزة، استعدوا. 75. سعيد الحظ منهم. 75 سيد الحسن أشو. صلوا على محمد وآل محمد. خير ختام حفلنا الصلاة على محمد وآل محمد. يلا يا أولاد تعالوا صورة جماعية على المسرح، تعالوا تعالوا قدامي خلي يصورونكم.